أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى حلقات يوميات موسم الطنطان في نسخته التاسعة، موسم يعمل على صيانة الموروث الثقافي الحسانية الذي ينهل من المتخيل الشعبي لساكنة الصحراء، موسم تعمل على تنظيمه مدينة الطنطان وساكنتها طيلة هذه السنين، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأروقة التي تعكس غنى الثقافة الحسانية، ويأتيه الزوار من كل حذب وصوب، زوار الثقافة الحسانية وإدراك كنهها وحقيقتها. فلنتابع. إلى مطار طنطان وصل المشاركون في موسمه في النسخة التاسعة، فنانون سينمائيون وشخصيات مدعوة للمشاركة حضرت للوقوف على غنى الموروث الثقافي الحساني، تراث إنساني لا مادي ضارب في عمق التاريخ استطاع موسم طنطان إحياءه من جديد. هذا الحضور المتميز يظهر مدى الاهتمام المتزايد بهذا التراث الإنساني الذي تسعى كل الفعاليات المحلية إلى صونه وتثمينه وإيصاله إلى العالمية برعاية ملكية سامية. اختير له كشعار هذه الدورة الموروث الثقافي الحساني، رافعة أساسية للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. للإبل علاقة وطيدة بالإنسان الصحراوي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وهو وصف مثالي ينطبق عليها تماما نظرا لتحملها لهجير الصحراء وحرها اللافح ومرافقتها للإنسان الصحراوي في حله وترحاله. وما حضور سباق الهجن هنا بموسم الطنطان في نسخته التاسعة إلا دليل قاطع على احترام الإنسان الصحراوي للجمل كرمز للمهرجان. فلنتابع. دأب المنظمون لموسم الطنطان على إدراج سباق الهجن كنشاط رسمي ضمن أجندة فعالياته لمل هذا الأخير من حمولة ثقافية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتبرز الهوية الصحراوية الأصيلة وتبرز أيضا قيمة الجمل عند الإنسان الصحراوي. سباق الهجن عرف ندية ومنافسة شريفة، كما عبر المشاركون عن ارتياحهم لمثل هذه التظاهرات. احنا فزنا بهذا السباق وجينا من البعد نشاركوا في هذا السباق اللي يكرس وينسخ الثقافة البدوية الأصيلة اللي هي تراث أجدادنا وأجداد أجدادنا. وبالنسبة لنا احنا الفوز فوز على كل حال، فكانت منافسة شريفة وكان تنظيم جيد، والحمد لله صد عاد من حظنا الفوز كيف المرات الفايتات والمهرجانات الفايتة. وسكان الصحراء بطبيعة الحال هذه هواية من هواية الصحراء ومن التقاليد وكيف الخيام وكيف البل وكيف الحية وكيف البوادي بصفة عامة، وبغينا هذا السباق. راكم لاحظتوا على أن البل راكب عليها لا ترك الصغار، وهذا الحمد لله مرحلة قطعناها تقدمنا فيها في النسخات الموسم السابقة، وهي النسخة قاعة بصفة عامة تقدمنا فيها حتى قوالة وعلمنا التركة تركب على البل، وهذا هو المهم عندنا الحقيقة من السباق. هكذا إذن يكون موسم الطنطان قد حافظ على الهوية الثقافية لساكنة الصحراء من خلال تنظيمه لسباقات الهجن واعتماده على الجمل كرمز من رموز الموسم. بساحة السلم والتسامح بمدينة طنطان نظمت لوحات فنية لركوب الخيل وسباق الفروسية، لوحات نالت إعجاب الجمهور الذي حج لهذه الساحة من أجل أن يشهد تألق الخيل العربية الأصيلة. كيف لا، والخيل هي من بسطت ظهرها للإنسان العربي وكذا الصحراوي ليكون سيدا. فلنتابع. تزايد الاهتمام بعروض الفروسية تؤكده مشاركة مختلف جهات المملكة. أناقة الخيول العربية التي ترصت في صفوف شكلت لوحة فنية تغري هواة ركوب الخيل. عروض غاية في الإتقان يلتزم خلالها الفرسان بتوجيهات العلام قائد السربة. ساحة السلم كانت مسرح هذه العروض التي حج إليها جمهور غفير استمتع بلوحة فنية جسدتها الفرق المشاركة.
حركات متناغمة امتزجت فيها الزغاريد برائحة البوق وبصهيل الخيل وصيحات العلام، لوحات ذات دلالات وأبعاد اجتماعية وثقافية حرصت اللجنة التنظيمية على حضورها ترسيخا للبعد الإنساني ورمزيتها التاريخية، وكذا امتاع محبي هذا اللون التراثي الأصيل. لكل عمل ناجح سواعد، ولمهرجان طنطان سواعد من أبناء هذه المدينة الغيورين على حماية موروثها الإنساني الجدير بالصيانة والاهتمام، والذي يقول من خلاله أبناء طنطان اليوم أنهم أفنوا الأعمار والأجسام وتحدوا عاديات الزمن من أجل حمايته من الاندثار والنسيان. يحضر معي الآن أحد المنظمين أو الساهرين على تنظيم هذا المهرجان من أبناء المنطقة، والسيد الوعبان. بداية أهلا وسهلا بك معنا في بلاطو اليوميات هنا بمدينة طنطان. شكرا الأخ. بالفعل اليوم تنطلق النسخة 9 من فعاليات موسم طنطان الذي ينظم سنويا، وهذه السنة جاءت تحت شعار الموروث الثقافي الحساني رفع أساسية للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الثقافة الحسانية في التنمية بصفتها الشمولية بهذه الأقاليم، وخاصة إذا علمنا أن منظمة العالمية اليونسكو صنفت هذا الموسم كتراث شفاهي اللامادي للإنسانية، وهنا وجب الحفاظ عليه. ومن خلال هذا التصنيف أصبح لموسم طنطان دور كبير، وأصبح لجميع المشاركين والجميع جميع المشرفين على هذا الموسم يحاولون كل سنة أن يأتوا بجديد على أساس أن على ذكر الجديد، هل هذه النسخة تحمل الجديد بالنسبة لعشاق التراث أو عشاق السياحة التراثية هنا بمدينة طنطان، أو لساكنتها المتعطشة لرؤية تراثها وانعكاسه كمرآة للعالم ولضيوف هذا الموسم؟ أول جديد هذه السنة بالنسبة لموسم طنطان هو إنتاج خيمة بكل المواصفات خاصة بالموسم، خيمة كبيرة، خيمة اللي تكون هي الخيمة الرسمية للوفود الأجنبية التي تزور موسم طنطان كل سنة. وهذه الخيمة قامت بها أنجزها سواعد نسائية من المنطقة، واللي حقا كانت تدخل في إطار الأنشطة المدرة للدخل، واللي ساهمت فيها أكثر من 100 امرأة في إنتاج هذه الخيمة الممتازة الرائعة بشهادة الجميع. وهناك أيضا إضافات كذلك، هناك مجموعة من المناطق المغربية اللي ستشارك هذه السنة من داخل المملكة في موسم طنطان، تساهم بعاداتها وبتقاليدها في موسم طنطان، وهذا كذلك يترك انطباع بأن الموروث الثقافي يجب المحافظة عليه ويجب الاستمرار في العمل كذلك على ترسيخه بهذه المناطق. ترسيخ العادات والتقاليد وإدراك كنهها وحقيقتها بالنسبة للضيوف الذين يحجون إلى هذا المهرجان، يعني هل تفكرون في إنشاء مثلا متحف بمدينة طنطان يؤرخ لتاريخ هذه المدينة، يؤرخ لتاريخ هذا الموسم؟ حقيقة أن موسم طنطان لا يجب أن ينسى، أن يبقى دائما في الذاكرة. موسم طنطان احنا فكرنا طيلة السنوات الماضية في تكوين جمعية خاصة بموسم طنطان، وهذه السنة إن شاء الله هذه السنة مباشرة بعد انتهاء هذه النسخة سنقوم بتكوين جمعية اللي تشتغل على موسم طنطان طيلة السنة. ومن خلال هذه الجمعية التي ربما لا تكون جمعية وطنية، ترأسها شخصية وطنية من الإدارة المركزية، واللي من خلالها اللي نؤسس للمؤسسة مؤسسة الموسم اللي تكون تشتغل طيلة السنة. نعم. جميع ما يعرض في الموسم أو ما نشتغل عليه في الموسم يجب أن يحفظ في هذا في هذه المؤسسة ليكون عبرة للجميع وليكون للاشتغال عليه والمحافظة عليه في المستقبل من السنوات. إذن هذه المؤسسة ستشتغل طيلة السنة بأطرها بموظفيها بجميع ما يمكن تشتغل
تعتبر به مؤسسة، وبالتالي يمكن أن نرسخ الثقافة الشفاهية، الثقافة الحسانية بالنسبة للأجيال القادمة، وكذلك ندخل في إطار التنمية الشمولية بهذه المناطق الجنوبية. إذن على ذكر التنمية الشمولية، يعني هذا اليوم الأول من موسم الطنطان في نسخته التاسعة، لا زالت إن شاء الله 4 أيام كاملة، هل تعدون جمهور مدينة الطنطان وزوار هذا الموسم بجديد أو بفقرات ربما لم تدمج في لائحة المهرجان؟ نعم، هو الموسم إن شاء الله هو فيه مجموعة من الأنشطة، فيه أنشطة تجارية، فيه معرض الصناعة التقليدية، معرض كبير حجم كبير، وهذه إضافة لهذه السنة، معرض الصناعة التقليدية بشراكة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، واللي فيه 70 أو 80 عارض إن شاء الله لجميع المنتجات المحلية التي تم عرضها. إذن هناك سهرات فنية بجميع جانبات المدينة وبمدينة الوطية كذلك، اللي ضيفت هذه السنة أضيفت فيها السهرات كذلك، أنشطة ترفيهية. إذن هناك مجموعة من الأنشطة التي تواكب هذا الموسم طيلة 5 أيام المتبقية إن شاء الله من الموسم، واللي بطبيعة الحال الساكنة ديال المدينة طنطان والساكنة المجاورة والناس الوافدين على المدينة للمشاركة والاستمتاع بأجواء هذا الموسم لا سيتمتعون إن شاء الله بأجواء طيبة طيلة أيام الموسم. ذلك ما نتمناه السيد الوعبان عضو اللجنة المنظمة لموسم الطنطان في دورته التاسعة. نتمنى أن تكون هذه الدورة تحمل الجديد لعشاق التراث الحساني الجدير بالصيانة والاهتمام والذي يبرز عادات وتقاليد هذه المنطقة. نتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا اليوم في بلاتو اليوميات. ننتقل إلى فقرات أخرى. الخيمة بيت أهل الصحراء، تربى فيها الإنسان الصحراوي منذ أن كان في المهد، حمته من البرد والحر. هنا بموسم الطنطان نصبت مجموعة من الخيام بساحة السلم والتسامح، خيام موضوعاتية تحوي في طياتها كنوزا وفرائض ترجع إلى زمن قديم، وتبرز الخصوصية الفردية للإنسان الصحراوي وعاداته وتقاليده. خيام زارها الوافدون لهذا الموسم ونالت إعجابهم، فلنتابع. يتميز التراث الحساني اللامادي بغناه وتنوعه باعتباره ذاكرة شعبية ضاربة في عمق التاريخ ومتحفا مفتوحا على مر العصور تتوارثه الأجيال. هذا ما دفع بالجهات المسؤولة إلى تكثيف الجهود للحفاظ عليها باعتباره جانبا من التراث الثقافي الوطني، مسؤولية مشتركة يتقاسمها كل من الغيورين على هذا الكنز الثمين، غاية دفعت بأحمد بوشعاب وهو أحد أفراد الجالية التي حضرت أموجار أن يساهم من جانبه في إطلاع الجيل الصاعد على عاداته وتقاليده لترسيخ الهوية الوطنية. ويصر أحمد على حمل نجوى على كتفه ليطلعها على كيفية زز الماعز، عملية تحظى بطقوس خاصة يحاول أحمد تبسيطها وشرحها لنجوى لتستوعب. جهد الوقت كان زوزو في بلاد المهجر، وبالنسبة لموسم طنطان اللي هو هذه النسخة تقريبا التاسعة ضريك اللي عنده، معمر هاي الخيمة، هذا الرواق معمر كان فيه، وسعينا كجمعية أو كجالية معنا أصح لنا نجول هذا، لأن هذا هو تراثنا، هو مرجعتنا، المرجعية اللي كانوا فيها أوائل الأولين يشوف فيها وكل شيء، وجبت هاي الطفيلة ضريك نلعت لها اللي عاشوا فيها باتنا وجدودنا، وقبضنا منه احنا مرحلة باهي كبيرة، غير حدنا خايفين هم لعل يعطمس الهوية والله ينساوها والله ما يعرفوا ذلك كانوا فيه. جبت الطفيلة ذلك صغيرة معايا، ننعت لها علن عملية الزز، علنها تتم بذي الطريقة الذي هي، وعلن هذا الشعر ذا هو اللي نعدلوا به الخيمة كيف ذاك اللي نسولها هي قبل. هذا الشعر ذاك نعدلوا به نصلحوا به الخيمة. نعمل في دراسة مقارنة بين العادات والتقاليد الصحراوية في المغرب والعادات والتقاليد الصحراوية في ليبيا، فاللي وجدناه أن هناك ما في فرق ما بين العادات والتقاليد في كلا البلدين، هم عبارة عن أصول واحدة وقبائل واحدة. معظم القبائل الليبية أصولها هي من الساقة الحمراء ووادي الذهب، و بكل صدق يعني احنا مسرورين جدا أن احنا عرفنا من خلال هذه الزيارة أن العادات والتقاليد في ليبيا هي أصلا هي في الأصل هي عادات وتقاليد أهل الصحراء المتواجدين في الصحراء المغربية.
الخيم الموضوعاتية التي عرفت زيارة عامل الإقليم رفقة الوفود المشاركة ضمن فعالية النسخة التاسعة من موسم طنطان تختزل تاريخا تروي تفاصيله أروقة الخيام المنصوبة بساحة السلم والتسامح بطنطان والتي تعد رمزا أساسيا لهذا الموسم السنوي. كاميرا اليوميات التقت بجمهور مدينة طنطان وضيوف الموسم الذي تتبع لوحات الفروسية والخيل واستقت مجموعة من التصاريح كانت كالتالي: ما إن شاء الله زين هالشيء ما قطع عدل هالعام تبارك الله هالعام زين ما إن شاء الله تلين يا مولاي هالعام كامل ما إن شاء الله خيام بنيات زينات والخيل زين والبيت زين وكامل زينت ما إن شاء الله يا تبارك الله. وش نفت عندك ذي الفروسية؟ والله اللي زين تبارك الله معدلين بشي زي ولعبهم زين هم اللي الله يعطيهم الصحة. كشباب مع المهرجان زين تبارك الله جمهور كثير ونتمنى النجاح والاستمرارية. وهذه التبوريدة هذه التبوريدة على حسب الفرق فرق كتبوريدة زينة كثرات نتمنى الاستمرارية والنجاح والتقدم والازدهار لمدينة طنطان إن شاء الله. الحمد لله أولا كاع الأجواء كيف ما كانت لاحظوا أجواء جميلة جدا حتى حال أجواء الطقس كانت الحمد لله مساعدة في هذه الأجواء. بالنسبة للتبوريدة تراث معروف رجعوا لإحيائه مرة أخرى ما في عيب كامل بأثاراته كاملة ومسائله كاملة زينة باكلة ومجهزة هذا تقوم ديال هو الموسم فيه الثورات وفيه التقاليد اللي ما ينصاب عنها هو موسم زين وفيه الخيل والبل واهل الساكنه كامله فرحانه به وحنا المهم من ناحيه الثورات ديالنا ما نقدر نصيبوا عنها تقاليد وشي زين وهذا هو تقاليدنا وامورنا كامله اللي نعرفوك. موسم الطنطان لنوبة الحمد لله يعدل هون ويجمع جميع الأخوت من كل مكان وفرحانين به وفرحان به الإقليم والمجتمع كامل فيه البل وفيه الخيل وفيه ثورات الناس وفيه تقاليدنا وحمدنا الله وشكرناه يفوت زين يبدأ زين وينتهى زين ولا خالق شيء الحمد لله ومشتبشر له كامل وراه راني قايل لك عنه الحمد لله لا عام ورا عام ازين من حاله اللي زاز فيه ذا العام الفايت احسن منه ذا العام. قال الاول نعرفوه هون 65 ياك سمعتوا هذا اللي قطوا وقع في ذا ما قطوا في ذاك الاولين هذا 65 ياك سمعت نعرفوه انت ذاك سامع وشفنا الخيل وشفنا المسائل انت ذاك سامع هذا هو قال ذا هو ما شاء الله هذا نزيه وزين ولا عندنا كون نشكروه. قال زين حتى بغينا ديما زين و يعني مكرر ديما زين حتى والله. اكتملت مواد حلقة الليلة ولم تكتمل فقرات موسم الطنطان. هناك 4 أيام مقبلة مليئة بالفرجة والمتعة والإثارة. نتمنى مشاهدينا الكرام أن تكون حلقة الليلة قد نالت إعجابكم. لكم مني ومن طاقم اليوميات أطيب المنى وإلى لقاء آخر بحول الله. إلى اللقاء.